السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. شوفوا أخوتي هذا الفيديو وسمعوا هذه التعليقات من البوليزر على هذا الفيديو، ونرجعوا إن شاء الله. فالواد اصقل عينيك اصقل عينيك، هذا القصف اللي يدح بسيفه وسرد ارضك تحت رحمه قذائف جيش تحت الشعب الصحراوي. يا مرحبا بيك في الواد اصل خبيط الخير وقبرته زاد مانع وطاح في زر ذاك المشان الصيد اللي معانا هنا تياها الله الوطن الملك اللي مكتوبه على على وسرد طاحت عليها القذيفه والله قريب منها بعد واحده من القذائف هذه يدح مسايف والله عصرايه الحد 24 نوفمبر 2000 والله بعد ديسمبر 2023. هذه الصور وهذه الفيديوهات نشروهم قبل قليل عناصر البوليزاريو، وقالوا على انهم قذائفهم ولا زاد تفجيراتهم ناتجه عن طلق صواريخهم وصلت الاسرد، وكيظهر لكم هذه المنطقه يعني معمره فيها الناس وفيها بعض السكان وبعض الساكنه. وهذا اخوتي ليس بدليل، هذا ليس بحجة، هذا ليس برهان، هذا ما نقدو نقول على أنه انفجارات ولا زاد قذائف ولا مقذوفات وصلت الأسرد، هذا ليس بدليل نهائيا. وكتعرفوا الإخوان لا كانت انفجارات وقعت في المغرب في أسرد ولا في السمارة ولا في أي منطقة، راه حنا المغاربة كنقولوها وما كنجحدوهاش وما كنخفوهاش، الواقع واقع. يا غير هاد البوليزاريو يبغوا يصنعوا البطولات والأمجاد من خلال يعني الإشاعة والأكاذيب والتضليل. أولا هذا الدخان اللي جابوه هو في فيديو أو في صور كيأكدش على أنه مصدرهم انفجارات ولا قذائف ولا مقذوفات صواريخ، لا إطلاقا. يجد أي حد يصور واحد دخان ناتج لسبب من الأسباب ويصوره ويلتقطوا البوليزار يقولك هادو مقذوفات. ثاني شيء يقدروا يكونوا في المنطقة فعلا كاينين عناصر البوليزار وبعض الانفصاليين ومراسلتهم مع عناصر بوليزار اخرين يقول لهم شعلوا واحد النار وراه صوره ونقولوا احنا راه مقذوفات وتفجيرات، فقط استغلوا فيما هو يعني حرب نفسيه اعلاميه لا اقل ولا اكثر. ثاني شيء هذا الصوره بالضبط اللي نشروا كيظهر لكم واحد الاطارات عامه بنوات، يعني هادو بنوات. الشخص اللي يكون فعلا صور هذا الفيديو يكونوا اشخاص انفصاليين في نفس المنطقه وصوروهم وحرقوا تعمدوا يحرقوا هاد الاطارات باش يعطيو هاد الدخان باش يوهموا ويوصلوا المتلقي على انها تفجيرات ناجعه عن قذائف البوليزاريو. هذا ليس بدليل وهذا ليس بحجه، وان كانت القذائف فعلا اذا كانت القذائف والمقذوفات كانوا المغاربه غيصوروهم كما تصوروا في السماره، وما كاينش حد غينكر، هذه فقط الاشاعات والاكاذيب. ومن اللي كتكون قذائف ولا مقذوفات ولا تفجيرات ولا اي شيء من هذا القبيل كيكون في اخبار الصحافه المغربيه، وهي سبريس، هي سبريس بنفسها اللي كتعتبر واحده من يعني من المواقع الالكترونيه المعروفه والشهيره مغربيا وحتى عالميا، كانت اول ما تكلمت قبل اسبوعين تقريبا او اسبوع ونصف على مقذوفات كانت في أسرد، وتبين بعد ذاك عن أن المقذوفات ليست مقذوفات البوليزاريو وإنما مناورات القوات المسلحة الملكية، فقط على أنه حد شخص من الأشخاص اتصل به سبريس وقال على أنه توجد مقذوفات. حقيقة وجهة نظري كانت تسرعت هيسبريس وكتبت على أنها تفجيرات ولا قذائف البوليزاريو، وهذا حقيقة نحصره في خطأ مهني وخطأ فادح ارتكبته هيسبريس. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم.